السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أروى عمر عن طريق الخطأ تم نشرها للصور لها وتستنجد بالمتابعين بحذفها. أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية والمقيمة في المملكة العربية السعودية أروى عمر إنها ستقاضي كل من قاموا بالتشهير بصورتها المسربة. انتشرت صورة لأروى عمر تم التقاطها من مقطع فيديو من حسابها قبل أن تقوم بحذفها على الفور. كانت أروى عمر قد أوضحت في مقطع عبر حسابها على سناب شات وهي تبكي متأثرة أن مقطع الفيديو انتشر عن طريق الخطأ، متوسلة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر الصورة التي تم التقاطها من مقطع فيديو. وقامت صديقتها أروى عمر بمطالبة الجمهور بحذف الصور المسربة، حيث طلبت المشهورة السعودية رحمة الغمدي عبر حسابها على سناب شات ورواد مواقع التواصل بالكف عن نشر صورة لأروى عمر، مؤكدة أنها ليس من الطبيعي أروى تنشر مثل هذه الصور. وقالت ريفال خواجي مشهورة سناب شات منتقدة اتهامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعمد أروى عمر نشر صورتها، مضيفة إنها لو كانت ترغب في نشر مثل هذه الصور لفعلت ذلك عبر حسابها. وقالت زوج أروى عمر يثق بها وهي ليست بحاجة لمزيد من المشاهدات، وأشارت إلى من برروا بأن أروى عمر تعمدت نشر الصورة لزيادة متابعيها. كما طالبت خبيرة التجميل آلاء الحكمي عبر حسابها على سناب شات رواد مواقع التواصل بحذف الصورة المسربة لأروى عمر، وأكدت أن صديقتها أروى عمر تنشر في أحيان كثيرة مقاطع وصور دون أن تنتبه إلى أين ترسلها، مبينا أنها وصديقات لأروى دائما للانتباه من ذلك. كما أكدت أن أروى عمر لا تنشر بالعادة مثل هذه المقاطع، وأن الفيديو بثته عبر حسابها عن طريق الخطأ، مستنكرة التقاط صور من مقطع فيديو ونشره. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.